بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا في هذا الموضوع تاع كيفاش تحققوا الشروط تاع اليوتيوب في مده قصيره. الشروط كما راكم عارفين لازم يكون عندنا المهله تكون ابوبري عام. في هذيك عام لازم يكون عندك 1000 لازم يكون عندك 1000 ابوني. والشرط الاول هذا 1000 ابوني، والثاني اللي هو 400,000 ساعه، والثالث هي اللي تخدميه مع اللي تكون المشاهده هي اللي بالدولار كما نطلبوا مني تاع 70 دولار. المهم غادي نقول لكم الاشياء اللي تكون ممنوعه وكيش تقدروا تكملوا شروطكم. انا الحمد لله يا ربي كملت شروطي، الشرط الاول والثاني، بقى لي غير الشرط الاخير. والشرط الاول والثاني الحمد لله يا ربي راني كملتها في المده قصيره، ابوبخي 4 شهور. ولا في 4 شهور ابوبخي كملت الشرط الاول والثاني اللي هو 1000 ابوني 1000 ابوني و 400,000 ساعه. المهم وقناتي الحمد لله يا ربي من لحقت هذيك ولا 1000 ابوني ولا 1000 ابوني، وارسلوا لي ميساج وقالوا لي فيليسيتاسيون راكي كملتي ربحتي اسمك واحد في الجيميل، واحد تشوفوا هكا بنانه صغيره وكاتبين لك عليها فيليسيتاسيون راكي ربحتي الشرط تاع 1000 ابوني. المهم ومن بعد انا في كلش بين 1000 ابوني وبين 400,000 ساعه قعدت لي ابوبخي 4 شهور. المهم انا يمين قناتي ابوبخي باش تتفعل لكم هي ابوبخي تقعد حتى الشهر، كاين حتى الشهرين ويكون عاد موصل لهمش الميساج. المهم انا يا في 48 ساعه تمت المراجعه، زعما سهله، زعما 48 ساعه وصلوا لي ميساج وقالوا لي قناتك راهي تفاعلت، لازم تخدمي زعما الشرط اللي هو الاخير دروك تاع لازم نسبه المشاهده. هو الشرط حنايا من نكونوا في الاول، الشرط الاول هذيك تاع 1000 ابوني و 400,000 ساعه ونقولوا راهي صعيب صعيب صعيب. شتا هي الحاجه اللي تكون كاين لازم تكون عندكم الاراده والعزيمه، لازم تكون عندكم الاراده زعما ما تفقدوش، باسكو باش توصلي لهذيك 1000 ابوني ما راهيش سهله بزاف، فيها الخدمه بزاف وفيها الاراده وفيها دوك انا نقول لكم انا كي كنت ندير. ولا تبغوا خلوا لي ميساج في الكوم في التعليق وغادي نجاوبكم ان شاء الله. المهم انا باش وصلت هذيك 1000 ابوني وهذيك 400,000 ساعه اش لازم لكم الحاجه اللي ديروها؟ لازم اللايف. كي شغل نعطيكم اللايف انا نقول لكم زعما اللي كنت ندير كي شغل ديروا اللايف، مي لازم باش ديروا اللايف غادي تحطوا موضوع، والمشكله الكبيره هي اللي غادي تحلوا اللايف وغادي ما تبقاوش الناس اللي يدخلوا لكم في اللايف. ولازم اش ديروا باش تلقاو؟ لازم ديروا تعارف شنو هي يعني تدخلوا في اللايفات تاع الناس الاخرين. لازم ديجا تحطوا موعد باغيزوم، ديروا اليوم انايا باغيزوم اليوم غادي ندير لايف على 8 مساء، على 10 صباحا، على 3 مساء كيما هاك، غادي ديروا موعد وتزيدوا فاني حتى اللايفات اللي تدخلوا لهم طلبوا دخلوا عندهم، قولوا السلام عليكم انايا قناتي جديده بغيت كنت تدخلوا عندي الساعه الفلانيه باغيزوم 3 ولا 4، لازم اسكو تقدروا تدخلوا عندي تدعموني في قناتي. وغادي زعما ديروا تبادل زعما بيناتكم، كيما تدخلوا عندهم نتوما غادي هما يدخلوا عندكم. واللايفات لازم ديروا اللايفات بزاف، انا والله كنت ندير اللايفات كنت نحط اللايفات ودايره تعرفي تدخلي 5 تاع الناس 6 تاع الناس 7 تاع الناس
وبالسيفه زعما بالسيفه، كاين اللي يقعد لك 5 دقائق، كاين اللي يقعد لك ساعه، فاني تقدروا فاني في دياركم، فاني باغيزوم عندكم اولاد باغيزوم يحلوا لهم كونت، واحد يحلها من السويتش، واحد يحلها من باغيزوم طابلات، واحد يحل يفتح من باغيزوم التلفازه، واحد تليفون تاع راجلها تاع خوها، الاهل، الاقارب، لي كوبين، الاصدقاء، ولا كل واحد وتفاهموا معاهم وهما يفتحوا. كيما انا واحد المرات كنت نخلي باغيزوم نخلي الميكرو لورديناتور نخليه باغيزوم حتى 12 تاع الليل ويكون مفتوح، باغيزوم ندير كيما يقولوا باغيزوم ندير لايف ساميت، لايف باغيزوم للدعم باغيزوم السوتيان، باغيزوم يعاونوك وشتاوا ولا اللايف يعاونوك فيه. كنت باغيزوم نخلي طابلات باغيزوم زوج طابلات هكا ولا مع التليفون باغيزوم ما نتوشيهمش، لازم نخليهم مفتوحين وما يشدوا لي ساعه ساعتين ثلاثه اكثر معليش. المهم وشوفي غادي تجيكم واحد طيح لكم هذيك الاراده تقولوا 100 ابوني راهي بزاف، راهي بزاف. انا كي قدرت انا الا تبغوا نخلي لكم خلوا لي تعليق نقول لكم، انا كنت دخلت في واحد تيلي شارجومون ابليكاسيون قدرت سموها تيليغرام هذا، وهذا التيليغرام غادي تدخلوا فيه وديروا تبادل مع الناس في هذا التيليغرام. كنت ندير فاني في القنوات يوتيوب، دخلت القنوات يوتيوب كنت ندير معاهم حتى هما تبادل باغيزوم يقول لك ارسلي لنا سكرين زعما لا بروف بلي راكي داخله عندهم، انا نابوني عندهم وهما حتى هما يابونوا عندك. تقدروا فاني درت كنت نخدم فاني باغ واتساب، درت تيليغرام، درت في قناه الفيسبوك قلت لك قلت لكم للتبادل، تقعدوا تتبادلوا. المهم تقعدوا تتبادلوا بيناتهم زعما، وحتى تفتحوا كيما يقول لك واحد كونت واحد، كاين اللي يقول لك زعما ممنوع تفتحي شحال من كونت. انا الحمد لله فتحت كنت فاتحه ثلاثه من لي ميل واحد والحمد لله جازت على خير، ولا جازت على خير شتا ولا. نعطي نصيحه نعطوها لكم للمبتدئات، وكاين بزاف شحال من وحده شفت حتى الاولى ما يكونوش عارفين هي الموسيقى، يعني من تدي موسيقى باغ اكزومبل تحطيها في القناه تاعك لازم تكون مسموحه، لازم تروحوا في اليوتيوب وديروا تيلي شارجمون ميوزيك وتكون غراتوي، باسكو الا غادي تدوها هذيك لا ميوزيك تكون بيون تخلصوا عليها ما تكونش باطل كما نقولوا بابو غادي يقلعوها لكم، ما تكونش مسموحه. كما انايا كنت كان عندي واحد كنت حاطه فيديوهات تاع القران وما فاتوا لي شيء، ارسلوا لي ميساج وقالوا لي بلي زعما الانسان القارئ كما نقولوا هذاك القارئ تاع اللي قرا اللي قرا القران حديت اللي حطيته في قناتي ما قبلش، راه دار لي سينيالمون وقال لي بلي انا ماشي قابل بلي تدي هذه القران. وهي هذه الناس انا تجيني تافهه، باسكو حنا اون جينيرال نبغوا ننشروا القران، نشروا القران زعما باش الناس تستفاد، يعني تحطي قران هذا كيشوفه هذا كيشوفه، تحطي دعاء هذا كيشوفه هذا كيشوفه، زعما الناس تستفاد. وهو معليش كاين الناس اللي عندهم مش عارفه مشكل في العقليه تاعهم، المهم يكون عندهم مشكله في العقليه تاعهم الله يهديهم، ما يقبلوش ويسنيالو لك القناه تاعك. المهم انا هذوك قلعوهم اللي عندي الكلكو فيديو، وسورتو فاني الحاجه نعطيكم نصيحه بها ما تسوبريموش لي فيديو، خلوهم حتى غلطتو فيهم ولا يكون مشكل ولا يكون عندكم فيهم مشكل ما تسيبروموش، باسكو الا تسيبرومو لي فيديو وهما يدخل لهم شك يقول لك علاش هذوك علاش دوك الفيديوهات على ذوك الفيديوهات مسحتوهم. وماذا بكم فاني تكثروا من اللايفات، اللايفات كثروا بزاف كثروا بزاف من اللايفات خاطرش يعاونوكم. فوالا كما قلت لكم غادي قلت لكم لازم تكثروا، ماذا بكم تكثروا من اللايفات، ومش كاش حاجه مستحيله، مكاش حاجه مستحيله. غادي تجيكم 1000 هذيك مشترك تجيكم صعيبه، وغادي 400 ألف ساعه تجيكم صعيبه، وهي مكاش حاجه
مكاش حاجه صعيبه، مكاش حاجه صعيبه. وكما قلت لكم عندكم هذاك العام وهذيك حوالي عام، عندكم الوقت ديروا اشتراكات عندكم، ولازم فادي لي فيديو تحطوا الفيديوهات الا تقدروا كل يوم تحطوا. كما على بالكم باللي في ما نقدروش نديروا اللايف من التليفون، انا كنت ندير من لورديناتور من الميكرو، وكنت نحط مواعيد، وكنت نحط مرات يدخل لي واحد، مرات يدخل زوج، مرات ثلاثه، المهم كانوا يدخلوا ثلاثه حوالي حتى الخمسه با بلوس، وسيتي ميو كوريا. وانتم كيما في الدار تقدروا تخلوه، تقدروا مفتوح تخلوه مفتوح حتى العشر سوايع، حتى كاين واحد المرات الناس يخلوهم باغيزوم ليل كامل ويخلوهم مفتوحين، يخلو الميكرو ليل كامل يكون يخلوه مفتوح باش السوايع يطلعوا. وكما قلت لكم ولا ما تمسحوش يعني لي فيديو اللي تكونوا دايرينهم حتى وما ندمتوا حطيتوهم. والموسيقى هي انا كان عندي واحد الفيديو كان طالع لي بزاف، كنت حطيت واحد الفيديو كان طالع لي بزاف بزاف بزاف، ونو كان عندي سمحوا لي ثلاثه على الفيديوهات كانوا طالعيني بزاف بزاف وفرحوني، والمشكله من ظهري هذاك الفيديوهات ما عندهمنيش، ما مسحوهم ليش راهم مخلينهم بصح ما عندهم ليش، باسكو علاش رحت تيليشارجيت موسيقى تركيه وحطيتها، وهذيك الموسيقى ثاني ما كانتش مقبوله. سي بوغ سا نقول لكم حذاري حذاري من الموسيقى، وتدو ثاني فيديوهات اخرين باغ اكزومبل ديك الموسيقى التركيه، تدو في فيديوهات اخرين ماشي مسموحين هذو، باغ اكزومبل فيديوهات تاع الناس اللي تكونوا مصورينهم. حتى انا ان فوا صورت في ان باتو وكانوا الناس فما وصورته بنفسي انا، وهذاك حتى ذاك الفيديو ما عرفتش علاش ماشي مقبول حتى ذاك الفيديو. ولازم ديروا اتونسيون بزاف من تصوروا تحطوا فيديوهات وحطوا فيديوهات تحطوا تحكم حتى وتاع القران على بالك ويديروا السينيالمون. انا كان عندي شحال من الفيديو درتها في القران عاوني في السوايع بصح مالوغوزمون ما عدوهليش مسحولي. وكما قلت لكم زعما لازم الاراده ولازم العزيمه، وغادي تقدروا ان شاء الله. الا تبغون خلي عندكم اسئله ولا خلوا لي في التعليق ونجاوبكم. كما قلت لكم كاين تيليجرام هذا تشارجوه في لابليكاسيون غادي يعاونكم في التبادل، كاين جروب واتساب، وكاين واحد الجروب انا دخلت له جروب فيه ماروكان فيه الجيريان فيه تونيزيان، فاني حتى هذا الجروب فيه التبادل اشتراك. هذا كيما عند كاين اللي عندهم باغيزوم تسيبو عندهم لي كونت 10 كونت، غادي في 10 في 10 في 10 غادي يطلعوكم. وكيما قلت لكم فوالا، والسوايع اللي ما كيما اللي تكونوا داين فيديو من انسان اخر هذوك السوايع ما غاديش يعدوهم لكم مالوغوزمون، يمسحوهم. ديروا اتونسيون فاني في ديروا اتونسيون في الموسيقى، ما تدوش الموسيقى لما تكونش مسموحه عندكم. كما قلت لكم ولا تحطوا اللايفات لي فيديو تاع الناس تكونوا داينهم من الناس، انا حتى صارت لي هذوك الفيديوهات غادي تعبوا رواحكم، يقدر يطلعوا حتى الفامي الابوني بصح السوايع غادي ما يعدوهمش. وكاين حتى وحده صاحبتي نعرفها وشوفي كانت دايره فيديو طلع لها بزاف قران مالغري نقلعوها لها وهكا وسوايعو حسبوه، هي الواحد كل واحد وزهره. مهم الماكسيموم يقارعوا المراجعه شهر، وانا الحمد لله فاتت على خير 48 ساعه ارسلوا لي ميساج قالوا لي قناتك تفعلت. ودروك بقى لي هذاك الشرط اللي يجيني هو واعر، شوف الشرط الاول كان يجيني واعر بزاف، هذاك ال 1000 ابوني و 400 في ساعه كان يجيني بزاف، بصح مين شفت الشرط هذا تاع الدولار هذا واعر بي بزاف، باسكو هذاك الشرط الاخير هو لازم له المشاهده. وانا المشكله كيما راكم تشوفوا في قناتي ندير اشهارات ونخدم زعما ندير طبخ وندير كلش من قلبي، ولا غالب عندي المشاهده قليله. المهم الشرط الاخر ما فيش الليميت، نورمالمون ما فيش الليميت، كيما الشرط الاول عندنا في نسبه عام لازم تكوني عندك 1000 ابوني و 400 الف مشترك. هذا التاخير هو اللي واعر بزاف ولازم لها تكون مشاهده بالبزاف بالبزاف. المهم غادي تقدروا تعاونوا بعضياتكم بعض، واللي تدخل عندي زعما تبغيني يكون نتبادل معاها وندير معاها اشتراك وحتى نشوف لها السوايع. ولا ما قلت لكمش سمحوا لي
غادي حتى تتفاهمي مع تدخل وحده ديري باغيزون في قناه تتبادل معاك اشتراك باغيزون، تقولي لها سمحي لي تدو باغيزون واحد الخمسه تاع بنات ابوبخي، باغيزون كل خطره تدو خمسه، تدو خمسه ابوبخي، وتقولوا لهم باللي سمحي لي ندير نديرو غنديرو اشتراك بيناتنا، غادي تشتركوا سمحوا لي الابوني، وغادي تقولي لها شوفي لي سوايعي وانا نشوف لك سوايع، حتى هذا الشيء عاون باغيزوم، هي غادي تشوف لك سوايعك كامل تاع الفيديوهات تاعك اللي حطيتيهم في قناتك، لازم تحطوهم فاني تسهلوا لهم الامور، تحطوهم في في ولا بلايستا، ولازم كيما نقولوا تقولوا لهم باغيزوم عاد تشوفوا ناس سوايعنا كاملين، وهي حتى هي انت تشوفي لها وهي تشوف لك، انت تشوفي له وهو يشوف لك، حتى هذا الشيء يعاونكم في السوايع بزاف. وانتو ما شوفوا كملوا كملوا شرط بشرط، المهم هي الشرط الاول هي الالف ابوني كملوا معاه، و 400 الف ساعه، وديك 400 الف ساعه في الاول غادي تجيكم صعيبه 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 بصح هي في الحقيقه مش صعيبه، ديروا اشتراكات كيما انا شحال من البنت كنت معاها باغيزوم انا نشوف لها سوايحها في الاورديناتور في الميكرو وهي تشوف لي سوايع، باسكو في التليفون كيما راكم تشوفوا ما غاديش يستحملوا ما يستعملوش التليفون ويقعدوا في الميكرو، انا كنت نشوف لهم باغيزوم نشوف الخمسه تاع الناس نشوف لهم كامل الفيديوهات تاعهم، وحتى هما كانوا يديروا نفس الشيء يشوفوا لي فاني فيديوهاتي غير كما هاك باش كملت فوالا ما نطولش عليكم، نعطيكم جوست النصائح نصائح زي ما قلت لكم، ما تنساوش تيليغرام هذا تيليشارجو ابليكاسيون غادي تعاونكم فيها تبادل، وما تنساوش التبادل في الواتساب وفاني في لي جروب، لا تبغوا نعطيهم لكم قولوا لي نعطيكم لي نو لي جروب فيه ماروكا الجيريان تونيزيا، وكان حتى لي جروب تكتبوا فاني في الفيسبوك تكتبوا يوتيوب تلقاو حتى جروب جاي من الهند من دبي من لافرانس من لي زيتازوني من تايلاند، كاين كتوت لي لونغ، المهم كاين حتى بالعربيه كيما هذا الجروب اللي دخل داخل فيه شباب بزاف واعر عاوني بزاف، وجروب فيه ماروكا فيه الجيريان فيه تونيزيا باللغه العربيه، وحتى عاوني كيما قلت لكم قلت لهم عاونوني انا ندير خمسه معاك، ندير خمسه نشترك معاهم بالسوايع، وكل خطره من نكمل هذوك خمس الناس نزيد نشوف، وما تنساوش الفيديوهات خرجوا كل يوم خرجوا بغيتو عندكم تبغوا ديروا اكل تبغوا ديروا وصفه تاع تجميل مكياج تبغوا تخرجوا برا في حديقه في كاش بارك، ديروا لايفات ديروا كيما نقولوا مواضيع تكلموا عليهم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من موضوع اليوم، وان شاء الله نتمنى لكم ان شاء الله نتمنى لكم ان شاء الله تفوزوا ان شاء الله، وما تخافوش دوها من عندي غادي توصلوا ان شاء الله لألف مشترك، وغادي توصلوا لربعمئة ألف فاني سوايع، وغادي ان شاء الله فاني الشرط الثالث انا هو اللي جاني صعيب بصح راكم عندي امل، ونقول معليش ما كاش لي ليميت مشي عندنا عام ولا عامين، انا المهم نخدم من قلبي ودرت هذه القناه زعما بوغ لو بليزير بوغ بارطاجي، وان شاء الله كيما راكم ولا كيما قلت لكم ان شاء الله اللي يكون عنده اي استفسار يخلي تعليق وغادي نجاوبكم في اقرب وقت ممكن، واللي يشوف الفيديو تاعي اللي ماكوش ابوني عندي ابوني عندي مرحبا بكم، واشتركوا عندي مع نتوما واصحابكم ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر، ونتمنى لكم التوفيق للجميع، مع السلامه.